اوكي دابا حنا باغيين نصيفطوا واحد السخيره في امانه اللي هي هذه، غادي نشوفوا زعما شنو غيطلبوا لنا، كيفاش غنديروا نصيفطوها، شنو هما الوثائق اللي غنحتاجو، لومبالاج واش ما عندي ولا ما عندهم، شحال الثمن، وبزاف والله ما عرف شي حاجه. المهم ما حتى انا ما عرفتش، قلت نشارك معكم انتم ما تعرفوا. غندخلو نشوفو ده، ما هادي هي بريد كأي إدارة مغربية مازال ما يحنا سكريتي مشغول. أنا شنو راح تحتاج؟ لومبالاج، لومبالاج من عندهم؟ غادي نديرو الكارطون ديالهم؟ نديرو الكارطون ديالهم؟ لا اللي بغيتي أنت. أنا ما عنديش مشكل، خاص التليفون خصو لومبالاج ديالو. لا ماشي مشكل، راه من قاد ومن الدار. المهم أنت سيدي قال لك هما كيعطيونا لومبالاج، حنا ما علينا إلا أننا نجمعو، فهمت؟ هما كيعطيوك لومبالاج وعلى حسب القوة كيصيفطو. شكون شحال كاين؟ تقريبا 300 غرام. هما حنا نشوف الصداع ديما في إدارة المغرب كالعادة ضروري بالصداع. المهم هاد الشيء هذا راه مأومباليه مقاد، خصنا دابا يعطيونا غير باش نكوليوه. صافي هما كيعطيوك الكولية من عندهم وانت ما عليك سوى انك تصيفطو. صافي بالبكا شي وحدة نسات الباسورد لاكارت كتبكي، تيم المشكل ديال ان بنادم ما عارفش، هو هذا المشكل. ماكو كان بنادم عارف ما يبقاش كاع هاد المشاكل. دابا اللي كنت كنفكر هو بنادم اللي بغا يليفري شي مادة مخدرة مثلا، كيفاش يدير يعرف هاد الكارطون هادي وكتكمل نتا ونعرفو دابا التعامل. عطاوك هاد الورقة دير فيها معلومات، وهنايا مرسل إليه، هنا المرسل المغرب كدا العيبات، ونعرفو في التالي التعامل. التعامل هو اللي خصنا نعرفو شحال يقولون. هاد المعلومات هنا كيتكوباو حتى لتحت، نفس المعلومات كيطلعو لتحت لتحت، فهمتي؟ المهم كيما كتشوف تما المعلومات ديالك وديال المرسل، المرسل في التعامل شحال يحسبو لنا. صافي دابا صيفطنا، عطاونا هاد الورقة، عطاونا هاد الورقة وحسبو علينا ليفريزون بستين درهم. ستون درهم، درهمين واحد درهم. أيا إلا جيتي تشوف زعما راه غالية شوية، خاصها تكون 40 درهم بالرجوع، 40 30 40 مزيان. شي واحد سكر أسيدي ستين درهم، ولكن صراحة السيرفيس ديالهم زوينة. إلا جيت تشوف زعما السيكوريتي الله يعمرها سلعوها، جا بقا تيقول لي شنو تعمر شنو دير شنو كذا، ولكن ما أعيب عليه أن إدارة كاملة بالبريد بنك بأمانة بالبوسطة بكل شيء فيهم سميتها وحدة، فيهم موظف واحد إلا كاين تما. دابا داكشي كامل فيه موظف واحد، شو على دروبة كي داير هنا حط رسالة. عندك شي كامل فيه موظف بواحد. ايوا صافي هذا المكان، يعني صيفطنا داك الشيء، هما اللي عطاونا لومبالاج من عندهم. اول مره غنصيفط ونشوف داك الشيء شحال ياخذ ديال الوقت باش يوصل. و سميتو الجهه اللي مصيفط لها انا ما فيهاش البوسطه، حيت البوسطه يعني غتوصل وغادي تسنى. المهم روينا كحله، صافي ما علينا. صافي هذا المكان. تلا.